الإنزيم المساعد كوإنزيم Q10 أو Q10 هو مركب بيساعدك على توليد الطاقة في الخلايا بتاعتك. مع تقدم العمر جسمك بينتج كمية أقل منه، لكن تقدر تحصل عليه من المكملات الغذائية أو بعض الأطعمة. بترتبط المستويات المنخفضة من Q10 بأمراض زي السرطان والسكري وكمان الاضطرابات التنكسية العصبية. في حلقتنا النهاردة هنتكلم عن أهم مكمل غذائي على الإطلاق للتخلص من التعب وأمراض وأعراض الشيخوخ. محتاجين نأكد أن كل معلوماتنا استرشادية فقط ولا تغني عن زيارة الطبيب. ولو عجبتك الحلقة نتمنى أنك تعمل اشتراك في القناة وتفعل الجرس علشان ما تفوتكش حلقة رعاية اليومية لو أنت مهتم بالتغذية السليمة. ايه هو الكيو انزيم Q10؟ بيوجد Q10 بشكل طبيعي في الجسم باعلى مستوياته في القلب وفي الكبد والكلى والبنكرياس. بيساعد على توليد الطاقة في الخلايا عن طريق انه بيصنع الـ ATP او الادينوزين ثلاثي الفوسفات، وده بيشارك في نقل الطاقة في الخلية وبيعمل كمضاد للأكسدة لحماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي. بيتناقص انتاج Q10 ده مع تقدمك في العمر، وبالتالي بيعاني كبار السن من نقص في هذا المركب. هناك بعض الأسباب الأخرى المحتملة لانخفاض مستويات Q10 اللي منها العيوب الوراثية في تخليقه مثلا أو استخدامه، أو زيادة الطلب على الأنسجة نتيجة للمرض، أو أمراض تحدث في الميتوكوندريا اللي بتعتبر المكان الرئيسي لتواجد Q10 ويطلق عليها اسم مخازن الطاقة في الجسم. كمان من ضمن الأسباب الإجهاد التأكسدي اللي بيحصل بسبب الشيخوخة أو بعض الآثار الجانبية لبعض العلاجات. أول فوائد مكمل Q10 معانا إنه بيساعد في علاج قصور القلب. بتشير بعض الأبحاث إلى أن Q10 ممكن يحسن من نتائج العلاج للأشخاص اللي بيعانوا من قصور في القلب، وفي تحليل واحد لسبع مراجعات وجد أنه ممكن Q10 يكون مفيد في إدارة قصور القلب، خاصة بالنسبة للأشخاص اللي ما عندهمش القدرة على تحمل طرق العلاج التانية. وفي مراجعة تانية ل14 دراسة وجدت أن الأشخاص اللي بيعانوا من قصور القلب اللي كانوا بيتناولوا مكملات Q10 انخفض عندهم خطر الوفاة وتحسن عندهم القدرة على ممارسة الرياضة مقارنة باللي كانوا بيتناولوا أدوية وهمية. كمان Q10 هيساعد في استعادة المستويات المثالية لإنتاج الطاقة، وبيقلل الضرر التأكسدي، وهيحسن من وظائف القلب، وكل ده هيساعد طبعا في علاج قصور القلب. الفايدة الثانية لمكمل Q10 انه هيساعد في الخصوبة. بتتناقص خصوبة الإناث مع تقدم العمر بسبب انخفاض عدد ونوعية البويضات المتاحة. بيشارك Q10 بشكل مباشر في العملية دي. مع تقدم العمر بيتباطأ انتاج Q10، وده هيخلي الجسم اقل فعالية في حماية البويضات من الأكسدة، وبالتالي المكملات الغذائية اللي بتحتوي على Q10 هتساعد في انها تعكس هذا انخفاض المرتبط بالعمر، انها تزود من جودة وكمية البويضات. وبنفس الطريقة فالحيوانات المنوية عند الذكور بتتعرض للضرر التأكسدي مع تقدم العمر، وده هيؤدي الى انخفاض عدد الحيوانات المنوية وضعف جودتها كمان والاصابة بالعقم. كتير من الدراسات انتهت الى ان تناول مكملات Q10 هيحسن من جودة الحيوانات المنوية ونشاطها وتركيزها عن طريق زيادة الحماية المضادة للأكسدة. الفايدة الثالثة لمكمل Q10 انه هيساعد في دعم شيخوخة الجلد الصحية. ممكن تؤدي العناصر الضارة زي تلف الخلايا او عدم التوازن الهرموني لانخفاض رطوبة البشرة وحمايتها من العوامل البيئية الضارة، بالاضافة الى ترقق طبقات الجلد. وفقا لمصادر موثوقة ودراسات على الحيوانات، تطبيق Q10 مباشرة على الجلد ساعد في تقليل الضرر التأكسدي الناجم عن الاشعة فوق البنفسجية، وساعد على تقليل عمق التجاعيد، وكمان عزز الحماية المضادة للأكسدة.
رقم 4، الكيوتين هيقلل من الصداع. بتؤدي وظيفة الميتوكوندريا لما ما بتكونش طبيعية إلى انخفاض الطاقة في خلايا الدماغ، وده هيساهم في الإصابة بالصداع النصفي. وبما إن زي ما ذكرنا إن الكيوتين بيعيش بشكل رئيسي في الميتوكوندريا في الخلايا، فثبت إنه هيكون مفيد جدا لعلاج الصداع النصفي. وفي مراجعة لخمس دراسات وجدت إن الكيوتين بيقلل بشكل فعال من مدة وتواتر الصداع النصفي عند الأطفال وعند البالغين كمان. وفي دراسة تانية أجريت عام 2017 لقت إن الكيوتين بيساعد في تقليل تكرار الصداع وبتخليه أقصر وأقل حدة. الفايدة الخامسة لكيوتين انه هيساعد في اداء التمارين الرياضية. زي ما ذكرنا ان وظيفة الميتوكوندريا لما بتكون غير طبيعية هتقلل من طاقة العضلات، وده هيجعل من الصعب على العضلات انها تنقبض او تنبسط بكفاءة وانك تقدر تقوم بالتمارين. هيساعد الكيوتين في ممارسة الاداء الرياضي عن طريق انه هيقلل الاجهاد التأكسدي في الخلايا وهيحسن من وظيفة الميتوكوندريا. وفي احدى الدراسات وجدت ان مكملات الكيوتين ساعدت في منع الإجهاد التأكسدي وعلامات تلف العضلات والكبد عند السباحين المراهقين خلال مرحلة المنافسة. علاوة على ذلك، المكملات الغذائية اللي بتحتوي على الكيو 10 بتساعد في تقليل التعب، وده هيؤدي أيضا إلى تحسين أداء التمارين الرياضية. الفايدة رقم 6 لمكمل الكيو 10 انه هيساعد في علاج مرض السكري. الاجهاد التأكسدي بيسبب تلف الخلايا، وهنا هيؤدي الى امراض التمثيل الغذائي اللي اشهرها مرض السكري، فضلا عن كمان انه ممكن يؤدي الى مقاومة الانسولين. وفي دراسة اجريت على الاشخاص اللي بيعانوا من الاعتلال العصبي السكري، وده نوع من تلف الاعصاب اللي بينشأ عند مرضى السكري، لقينا ان تناول 100 ملي جرام من كيو 10 يوميا لمدة 12 أسبوع أدى لتحسين مستويات الـ HbA1c ومقاومة الإنسولين. ومش كده وبس، ده كمان قلل من علامات الإجهاد التأكسدي والمركبات الضارة زي المنتجات النهائية المتقدمة للسكر، وده كان مقارنة بالعلاجات الوهمية. فكان أداء الكيو 10 أفضل بكتير طبعا من العلاجات الوهمية. الفايدة رقم 7 للكيوتين انه بيكون مفيد للدماغ. وظيفة الميتوكوندريا بتنخفض مع تقدم العمر، وهنا هيحدث موت لخلايا الدماغ وهتظهر حالات زي مرض الزهايمر ومرض باركنسون. ولسوء الحظ الدماغ معرض دايما للإجهاد التأكسدي لانه محتواه عالي جدا من الأحماض الدهنية وبيرتفع طلبه للأكسجين طوال الوقت. هينتج كمان عن الإجهاد التأكسدي ده بعض المركبات الضارة اللي ممكن تؤثر على الذاكرة والإدراك والوظائف الجسدية. هنا هيظهر دور الكيو 10 انه يقلل المركبات الضارة دي، وكمان يبطأ من تطور مرض زي الزهايمر وباركنسون، وده وفقا لبعض الدراسات اللي أجريت على الحيوانات في عام 2019 و2021. طيب ايه هي الجرعة المناسبة اللي المفروض ناخدها من الكيو 10؟ كيو 10 بيجي في شكلين مختلفين، واحد اسمه يوبيكينول والتاني اسمه يوبيكينون، والدراسات بتشير الى ان الشكلين مقبولين للاستخدام ومفيش فروق كبيرة ما بين الاتنين، خاصة فيما يتعلق بالامتصاص. وبتتوفر مكملات الكيوتين بجرعات مختلفة بتتراوح من 30 لحد 600 ميلي جرام، واللي تم استخدامه كانت جرعات من 100 ل 400 ميلي جرام في اليوم في الدراسات المتعلقة بصحة القلب، لكن استخدمنا جرعات أعلى ما بين 600 ل 3000 ميلي جرام في اليوم لعلاج بعض الاضطرابات التنكسية العصبية. ومع ذلك تناول 200 ميلي جرام مرتين بس في اليوم مع الطعام المناسب بيعتبر جرعة متوسطة لازمة للحفاظ على مستويات الدم العلاجية عند معظم الأشخاص. ونظرا لأن الكيو 10 مركب قابل للذوبان في الدهون، امتصاصه بيكون بطيء ومحدود، ومع ذلك تناول مكملات الكيوتين مع الطعام هيساعد الجسم على الامتصاص بشكل افضل من تناوله بدون طعام. كمان التجربة اثبتت ان الكبسولات الهلامية الناعمة اللي بيجي فيها شكل الكيوتين بتمتص بكفاءة اكبر من الاشكال التانية للكيوتين.
واخيرا عايزين نعرف ايه هي المصادر الغذائيه للكيوتين. طبعا على الرغم من ان احنا ممكن نحصل بسهوله على مكملات الكيوتين كمكمل غذائي، لكن نقدر نحصل عليها من بعض الاطعمه. والاطعمه التاليه بتحتوي على كيوتين زي لحوم الاعضاء، مثلا زي لحمه القلب او الكبده او الكلى، كمان بعض اللحوم العضليه زي لحم البقر او الدجاج، ومتوفره كمان في الاسماك الدهنيه زي سمك السلمون والرنجه والمكاريل والسردين. كمان نقدر نلاقي الكيوتين في البقوليات اللي زي فول الصويا والعدس والفول السوداني، والمكسرات زي بذور السمسم والفستق. بيوجد ايضا الكيوتين في الزيوت زي زيت فول الصويا وزيت الكانولا، بالاضافه كمان للاطعمه اللي احنا ذكرناها في بعض انواع الفواكه والخضروات ومنتجات الالبان والحبوب عندهم كميات من الكيوتين، لكن للاسف بتكون كميات قليله. وقبل نهاية حلقتنا بنحب نفكركم ان جميع مصادر معلوماتنا هتلاقوها في وصف الفيديو، وممكن تشرفونا بزيارة موقعنا www.riaya.com وهتلاقوا الرابط بتاعه في الوصف. نتمنى تكون الحلقة عجبتكم، وزي ما تعودنا اي استفسارات ياريت تكتبونا في التعليقات وهنجاوب عليها. ولو عجبكم الفيديو ياريت تدعمونا بلايك وشير وتشتركوا معنا في قناة رعاية علشان تتابعوا معنا كل جديد عن عالم الصحة والجمال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.